تعالت أصوات عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة تطالب بتحرير الشوارع والأزقة من سيطرة حراس السيارات أو ما بات يعرف بملجي الأصفر، بعد استمرار تصرفات غير قانونية منها ابتزازهم للمواطنين بتسعيرة مرتفعة. معظم ما يسمى بالغارديانات لا يلتزمون البتة بالتسعيرة القانونية ويفرضون مضاعفة الثمن، الشيء الذي خلق نوعا من التذمر بين مستعملي السيارات. على إثر هذه الظاهرة الغريبة أطلق عددا كبير من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة جديدة ضد أصحاب الجيليات الصفراء عبر هاشتاغ ما تحضيش طوموبيلتي، وذلك بغرض تدخل السلطات المختصة لتحرير الشوارع من سيطرة هؤلاء. وكانت مدينة فاس قد اهتزت الأسبوع الماضي على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها حارس للسيارات في حق شاب عشريني بعد خلاف نشب بينهما حول دفع واجبات ركن دراجة نارية. وفي سياق الموضوع، تبقى هذه الخدمة من الاختصاصات الحصرية للمجالس المنتخبة للمدن والسلطات المحلية، وتدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وتجدر الإشارة إلى أن نداءات المواطنين ما زالت مستمرة بمختلف مدن المملكة تطالب بتدخل الجهات المختصة لحمايتهم من هذه الظاهرة الغريبة.